تحياتي لكل اللي حابين يتابعونا من خلال موقع سيدتي وحابين يعرفوا أخبارنا الفلكية. عزيزي مولود برج العذراء، فيني أقول لك الحمد لله على السلامة، أو فيني أقول لك اتخطيت القطوع الصحي اللي كنت قاطع فيه، وكمان بالإضافة لمخاوف ممكن تكون عم بتعيشها قد تؤثر على وضعك العاطفي مع الشريك، رغم أنه الأمور بيناتكم مريحة. وأما مهنيا يبدو أنك قادم على تحضيرات جديدة، ولربما تستعين بأحد النافذين لتخطي بعض العقبات يلي عم تقطع بطريقك المهنية.